آية موجزة يقول الله فيها: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال بعض المفسرين: هذا القرآن الكريم من أول آية فيه إلى آخر آية لا يزيد عن أن يكون خبرا أو أمرا، فخبره صدق وأمره عدل. هذا معنى. معنى آخر: أن يا عبادي منكم الصدق ومني العدل، تتفاوتون عندي بالصدق، ولكم علي أن أعدل بينكم. ولكن العقل البشري مهما كان حادا في ذكائه لا يستطيع أن يثبت عدل الله إلا بحال واحدة مستحيلة، أن يكون له علم كعلم الله، هذا شيء مستحيل. لكن عدل الله يثبت بالخبر الصادق. أخواننا الكرام، قضية دقيقة جدا. هناك أشياء مناطها العقل، وهناك أشياء مناطها النقل. أخطر شيء في العقيدة أن تنقل قضية من العقل إلى النقل، أو من النقل إلى العقل. فهذا الكون عن طريق العقل يمكن أن يدلك على إله موجود عادل كامل، أسماؤه حسنى وصفاته فضلى. الآن هذا القرآن بإعجازه الذي لا حدود له يعطيك برهانا يقينيا قطعيا على أنه كلام الله، لأن فيه حقائق علمية لا يمكن للبشر مجتمعين وقت نزول الوحي أن تكتشف، الآن كشفت. إذاً تؤمن بوجود الله وعدالته وكماله ووحدانيته من خلال الكون، وتؤمن بأن هذا القرآن كلامه من خلال الإعجاز. وهذا الذي جاءك بالقرآن، ما دام هذا القرآن من خلال إعجازه كلام الله، إذاً هذا الذي جاء بهذا الكتاب هو رسول الله. الإيمان بالله والإيمان بكتابه والإيمان برسوله هذا مناطه العقل، وهناك أدلة يقينية قاطعة على وجود الله ووحدانيته وكماله، وأن هذا القرآن كلامه، وأن هذا الإنسان الذي اسمه محمد بن عبد الله رسوله. إلى هنا ينتهي دور العقل. الآن النقل يعني الوحي، القرآن والسنة. أخبرتك أن هناك ملائكة، هذه الملائكة لا يستطيع أكبر عقل أن يثبت وجودها، وفي جن، وفي ماضي سحيق، وفي مستقبل بعيد، وفي الآخرة، وفي بعد الموت. هذه الموضوعات كلها إخبارية نقلية. هلأ أن الله عادل قضية نقلية مو عقلية. على شبكية العين ترى أمم بحالة من الترف العقل ما بيصدقها، وبحالة من الفسق والفجور والكفر والإلحاد والتحدي والسيطرة على العالم كله، وترى شعوب تخاف الله مؤمنة به ومع ذلك في ضيق من أمرها. العقل لا يستطيع إثبات عدل الله إلا إذا كان له علم كعلم الله، هذا مستحيل. إذاً عدل الله يثبت بالخبر الصادق. الله عز وجل قال بأشد أنواع التأكيد: ما كان الله ليظلمهم. هذا اسمه نفي الشأن. هناك نفي الحدث. أكبر لص تسأله: هل سرقت هذا القلم؟ يقول لك: لا. هو ينفي أنه سرق هذا القلم، لكن سارق مليارات. لا تنفي الحدث. أما إذا قال إنسان كريم: ما كان لي أن أسرق، هذه تنفي الشأن، يعني لا يتصور ولا يريد ولا يتمنى ولا يقر ولا يقبل ولا يعين ولا أبدا. أكثر من 10 أفعال تنفى بها الصيغة. الله قال: ما كان الله ليظلمهم، ولا تظلمون فتيلة،
ولا نقيرة ولا قطمير ولا ظلم اليوم، فعدل الله لا يمكن أن تكتشفه بعقلك، أنه في بالحياة يعني ظروف متناقضة، ونحن من ضيق أفقنا ومن قصر نظرنا نظن أن الدنيا هي كل شيء، هذا غني هذا فقير، الأبد الدنيا لو عاش الإنسان مليار سنة أمام الأبد صفر، فإذا كان ضيق الدخل في الدنيا وكان من أهل الجنة لا شك أنتم في الدنيا، هذا الشيء قبل 50 سنة حتى نكون دقيقين، ما درس ولا تعلم، واللي درس وتعلم صار بمكانة عالية في المجتمع، أثناء الدراسة في جهد وفي تعب وفي سهر وفي معاناة، أما الذي لم يدرس يبدو في راحة، والآن أنت ترى الإنسان الشارد كأنه مرتاح ما عنده مشكلة، يأكل ما يشتهي، يلتقي مع من يشتهي، يتصل بمن يشتهي، ما في عنده ضابط ولا في عنده رادع ولا في عنده قيمة ولا في عنده شيء اسمه حرام أو حلال، قضية عنده سهلة، هو يبدو لك أنه مرتاح لكنه خسر الآخرة. فيا أيها الإخوة، هذه الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن الكريم من الفاتحة إلى سورة الناس لا يزيد عن أن يكون أمرا أو خبرا، فالخبر صادق والأمر عدل، أو يا عبادي منكم الصدق ومني العدل. الآن يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. آية ثالثة، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى. إذن اسم العدل ليس محققا في الدنيا تحقيقا كاملا، هو محقق في الدنيا تحقيقا جزئيا، يعني الله عز وجل يعاقب بعض المسيئين ردعا للباقين ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين، ولكن قد تجد من أجل أن يتم الابتلاء إنسان يعصي كل المعاصي والآثام ما في عنده مشكلة، لو كان يأتي العقاب بعد المعصية ما عاد في اختيار، هلأ أجيب إنسان قل له افعل كذا وخذ 100,000، لو جئت بمليون إنسان ملحد قلت لهم غض بصرك عن هذه الفتاة خذ 1,000 ليرة كل بيغض بصره، لو الجزاء يأتي بعد الإحسان أو العقاب بعد الإساءة التغى الاختيار. ما معنى اختيار؟ ممكن تعصي الله كما تريد ما عندك ولا مشكلة، النبض 80، الضغط 8-12، النسب كلها طبيعية، وما أقول مثل الحصان مثل البغل، المؤمن مثل الحصان الثاني مثل البغل ما عنده مشكلة، يمكن أن تعصي ما تشاء أن تعصي وأنت قوي، هذا اختيار، ويمكن أن تطيع الله وأنت فقير وأنت مريض وأنت معذب وأنت في المنفردة وأنت بأعلى درجة من القرب من الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة قال له يا سعد، سيدنا سعد كان من أصحاب رسول الله المقربين إليه، وما فد النبي أحدا من أصحابه إلا سعدا، إرمي سعد فداك أبي وأمي، وكان إذا دخل عليه داعبه قال هذا خالي أروني خالا مثل خالي. ماذا قال له سيدنا عمر؟ يا سعد بعد وفاة النبي لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. لذلك آية لا تصدق تعاتب النبي أشد العتاب، لأنه ولم يحكم بعد، لكن يعني استقر أن هذا الأريقط بريء وأن هذا اليهودي هو السارق، القضية بالعكس. فقال الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما، عدل الله مذهل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. عظمة هذا الدين،
لا تتقرب إلى الله إلا إذا كنت مستقيما. أما الأقوياء بقربوك، وقد تكون أسوأ إنسان بقربوك. بالإسلام ما في تقريب، لا يمكن أن تتقرب إلى الله إلا إذا كنت مستقيما. لذلك تجد صفات مشتركة بين المؤمنين: العدل والرحمة والإنصاف والعفو والحلم. فيا أيها الإخوة، اليقين بعدل الله بيلغي مئات العقائد الفاسدة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الله عادل، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ولو قال المسلمون نحن أمة محمد أمة مرحومة، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ما لنا مرتاحين وما لنا أقوياء، وليس أمرنا بيدنا، وللطرف الآخر علينا ألف سبيل وسبيل، ولسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، لأننا مقصرون، ولأننا اتبعنا الشهوات، أضعنا الصلاة، وإضاعتها ليس تركها ولكن تفريغها من مضمونها. فقضية العدل أيها الإخوة، لما توقن أنك إذا عاملت مجوسياً وظلمته سوف يقتص الله منك ولو كنت عند الناس ولياً كبيراً، مفهوم العدل إذا ترسخ لكانت حياتنا غير هذه الحياة. مفهوم العدل، الله ما بيحابي، بتكون منسوب، يعني في أقرب من أن يكون عم رسول الله: تبت يدا أبي لهب وتب. وين النسب صفي؟ في أبعد من أن تكون من أمة أخرى: سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة. هذا العدل. كلمة ندت من صحابي يخاطب سيدنا، قال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي على غير عادته، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فلم يرضى هذا الصحابي إلا أن يضع رأسه على الأرض ليطأ بلال رأسه بقدمه. هذا الإسلام، الإسلام عدل. فأنت حينما تظن أنه أنت متميز فأنت جاهل، ما لك ولا ميزة. يقول النبي: شيبتني هود. ما معنى شيبتني هود؟ شيبتني سورة هود. ما معنى سورة هود؟ شيبتني آية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن شاء الله كل يومك موضوع موحد، واليوم العدل، مفهوم العدل. لو كنت ابن رسول الله، ما في العدل فوق الجميع. يعني إنسان يرتكب مخالفة ربوية يقول لك: والله أستاذ في واحد فتنها الحمد لله. مين فتنها فيها؟ والله واحد في جامع صلينا بالشابكلية، صلينا بجامع، واحد إمام قال ما فيها شيء، هي بجوز. لو استطعت أن تنتزع فتوى من رسول الله ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. في عدل. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا في هذا اللقاء. يجب أن تؤمن بعدل الله، ولا ينجيك من الله إلا أن تكون مستقيما. لا ينجيك قرابة ولا شفاعة. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت يا محمد تنقذ من في النار؟ يقول: أمتي أمتي. يقال له: لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. والحمد لله رب العالمين.